غسل مجزئ وغسل كامل. هناك غسل كامل، هناك غسل مجزئ. ما هو الغسل المجزئ الذي يجزئك للصلاة؟ هو تعميم جميع بدنك بالماء. إذا غمست في الماء وخرجت أنت قد اغتسلت، تضيف إليها مضمضة والاسترشاق، تنغمس في الماء كلك ثم تضيف مضمضة واستنشاق، أنت الآن طاهر مغتسل تصلي الصلوات. هذا يسمى الغسل المجزئ، أي أجزأك هذا الغسل عما سواه. فالإنسان الذي ينغمس في البحر بنية رفع الحدث الأكبر أجزأه هذا الفعل، يضيف المضمضة والاستنشاق، لأن هذين هما المكانين اللذين لم يصل إليهما الماء. أما جميع بدنك قد وصل إليه الماء، لم يبقى إلا الأنف والفم تتمضمض تستنشق. فهذا غسل مجزئ، لأن تعريف الغسل هو تعميم الماء أو تعميم سائر الجسد بالماء، هذا هو الغسل. الغسل الكامل هو غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل، غسل أكبر رفع الحدث أكبر غسل من الجنابة، كان من هديه صلى الله عليه وسلم ما يلي. إذا أراد أن يغتسل صلى الله عليه وسلم يأخذ الماء فيجعل يديه في الإناء فيخلل شعره حتى يبتل، يخلل شعره حتى يتبلل حتى يبتل. لم يكن من هذه النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل أنه يفرغ على جسمه الماء يعني جملة واحدة، وإنما كان يدخل يديه كما في صحيح البخاري أنه يدخل يديه في الإناء فيخلل بهما شعره حتى إذا رأى أنه قد ابتل أفاض الماء على سائر جسده. هكذا جاءت صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في فعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم ما تحتاج إلى نقاش، لأن معلوم أن الإنسان من بعد الفراغ من الجماع جسمه كله ينحل، الجسم كله ينحل تفكك، ولذلك بعد الجماع يشعر بفتور وبارتخاء بكسل، لأن الجسم كله الآن متفسخ منحل تفكك. ومن بين ذلك مسامات الإنسان، المسامات هي النقاب أو الثقب التي يخرج منها الشعر، هذه الثقب التي يخرج منها الشعر هذه هي الذي يتنفس منها الجسم. رأيت الكلب يلهث، رأيت الكلب يلهث دائما بدون توقف، لماذا؟ لأن جلده ليست فيه مسامات، جلد الكلب ليست فيه مسامات التي عند الإنسان وعند الحيوان الأخرى، فجسمه لا يتنفس، فكل تنفس الكلب يخرجه من الفم عن طريق الفم، فتراه يلهث إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. لماذا؟ لأن جلد الكلب لا مسامات فيه بخلاف الإنسان والحيوان الأخرى. فالإنسان إذن يتنفس من جسم من جلده عن طريق ماذا؟ عن طريق المسامات. بالنسبة للرأس، لأن عقل الإنسان محرك الإنسان هو الرأس، فتكون هذه المسامات منفتحة خصوصا بعد الفراغ من الجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذه الكيفية تمهيدا، كأنك تخبر جسمك تقول له استعد سأفرغ عليك الماء، فتتقلص هذه المسامات، مسامات الرأس عندما ترجع يدك في الماء ثم تخلي الشعر ترسل إشارة إلى جسمك وإلى شعرك تقول له استعد، بعد هذه المرحلة سوف أفرغ عليك الماء، اعمل احتياط، فتنسد تلك المسامات، بالتالي يفرغ عليه الإنسان على جسمه الماء فلا يقع له شيء. وأتذكر أن أحدا من الشباب يعني في تقريبا منذ 10 سنين أو أكثر قليلا، أحد كان يلعب يعني الكرة، فلما انتهى من الكرة من اللعب جاء مباشرة إلى صنبور سقايا في المغرب، فأخشى رأسه تحت الصنبور وأفرغ على رأسه الماء فما قام من مكانه، ما قام من مكانه، جلس في مكانه، أنه وقع عنده انفجار في العروق الدقيقة في الرأس، وقع عنده انفجار في الرأس فمات من حينه.
وهذا يظهر لنا تجلية الحكمة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تخليل الشعر بالماء حتى تنسد تلك الخلايا ثم تفرغ على جسمك. إذا هذا أول شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الغسل، أنه يغمس يده في الإناء يخلل بهما شعره حتى إذا رأى أن شعره قد ابتل أصبح مبتلا يفرغ على رأسه صلى الله عليه وسلم الماء. هذا بالنسبة للرأس. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغسل، قبل فعل الغسل هذا، كان يتوضأ الوضوء الأصغر تمهيدا للوضوء الأكبر. قلنا هذا الغسل الكامل، وإلا فيجزئك ذلك الذي تكلمنا عنه في الأول، مجرد تعميم الجسد بالماء. لكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل أنه كان يتوضأ وضوءا أصغرا قبل عملية الغسل الأكبر، وفي ذلك كذلك إعلام للجسد أن يستعد لاستقبال الماء كله، يستقبل هذا الجسم الماء في غسلك للأعضاء الصغيرة الوضوء الأصغر، في ذلك تمهيد للوضوء الأكبر. فكان من هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ وضوءه الكامل، وضوء الكامل للصلاة، إلا أنه كان أحيانا يترك رجليه ولا يغسلهما. كان أحيانا يترك النبي صلى الله عليه وسلم رجله ولا يغسلهما حتى يغتسل ويفرغ من الغسل ويتطرق، يعني ينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر فيغسل رجليه بعد الانتهاء من الغسل. إذن كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغسل الأكبر وضوءه للصلاة تماما كما سبق وأن تكلمنا عنه، ثم بعد ذلك يشرع في عمل تخليل شعر الرأس، ثم بعد ذلك يفرغ على شقه الأيمن الماء، يأتي إلى الشق الأيمن كله يفرغ عليه الماء إلى أسفل القدم، يبتدئ من نصف الرأس يفرغ على هذه الجهة الماء، طبعا مع الدلك، مع الدلك بمعنى إيصال الماء إلى جميع أماكن الجسم وبخصوص الأماكن التي لا يصل إليها الماء كالإبطين وتحت الرجلين والسرة وما شابه ذلك، الأماكن التي يحتمل أن الماء لا يصل إليها، فهذه ينبغي على المغتسل أن ينتبه إليها حتى يصل إلى الماء، لأنه يدخل في ويل للأعقاب، ويل للأعقاب من النار، لأنه إن ترك شيئا بسيطا من جسد لم يصل إليه الماء يدخل في الوعيد الشديد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب، أي لتلك البقعة التي لم يصل إليها الماء ويل لها من النار. ثم ينتقل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهة اليسرى فيفرغ على جسمه الأيسر الماء إلى آخر الرجل. عندما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من الغسل ينتقل إلى مكان آخر فيغسل رجليه. لماذا؟ لأن ذلك المكان الذي يغتسل به فيه صلى الله عليه وسلم تكون فيه في الغالب أوساخ نجاسات قاذورات، فيتطاير الماء، رشاش الماء يتطاير إلى يرجع إلى جسمه، فيعلق في القدم وفي شيء من ذلك الماء الغير الطاهر، فيبتعد نفسه وينتقل إلى مكان آخر فيغسل صلى الله عليه وسلم يغسل رجليه. كان من هذه صلى الله عليه وسلم في الغسل أنه كان لا يستعمل المنشف، المنشف يعني الفوطة أو ما شابه ذلك، كان نعم ما اسمه؟ بشكير، قريبا بشكير. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في من هذه أنه كان لا يستعمل ماذا؟ لا يستعمل المنشفات التي تنشف الجسم من الماء، قيل لأن الذنوب تتساقط مع كل قطعة، كما سبق في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج مع آخر قطرة من تحت أظفار يديه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج مع آخر قطرة من تحت أشفار عينيه، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج مع آخر قطرة من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج مع آخر قطرة من تحت أظفار رجليه. بعض العلماء قالوا يحتمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الصيف، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستعمل هذه الأشياء الفوطة أو الزيف أو المنشفات، لم يكن يستعملها لأن هذه الأوقات كانت أوقات صيف، وهذا معلوم أن حتى أنت الآن في أوقات الصيف عندما تغتسل وتستحم تدع الماء على جسمك تبردا، لكن في حالة الشتاء فهذا يدخل في مسألة الضرار، أنك تضر بنفسك، قد تضر بنفسك خصوصا يكون في فصل البرد، فلا ينبغي الإنسان أن يتعنت ويقول من هذه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح جسمه بالماء بالمنديل أو بالمنشف أو كذا فأتركه، لكنك قد تؤذي نفسك. فالإنسان ينظر إذا كان في فصل الصيف وأراد أن يطبق هذه السنة فله ذلك، أما في حالة الشتاء
فهذا فيه إضرار بالنفس. ففي هذه الحالة ما يطبق هذه السنة، هذا إن فرضنا أنها فعلا أن من السنة، وإلا فالأصل أنها مسألة مباحة، مسألة مباحة، يعني ما يجوز، يعني ما ينبغي أن تحكر فيها وأن تقتدي بها من بدع، وأنها سنة نبوية وأنه ينبغي عليك أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فقط مستحب، إن فعلتها فبها ونعمت، وإن لم تفعلها فلا حرج عليك. إذا رأيت كيف أن الغسل ليس شيء أسهل منه، أسهل ما يكون، عملية بسيطة جدا، إن لم تعرف هذه الأشياء يكفيك أن تعمم جميع جسدك بالماء وتتمضمض وتستنشق وتذهب إلى صلاتك. وضح الصفة. النية لا نقاش، النية لا نقاش، قلنا أنك تغتسل بنية رفع الحدث أكبر، لأن النية سبق وأن قلنا في أحد دروسنا أن النية لها أدوار في العمل، أدوار كثيرة، من بين هذه الأدوار أنها تميز العبادات بعضها عن بعض، تميز العبادات بعضها عن بعض، تميز لك الظهر عن العصر مع أنه صفة واحدة، لكن النية هي التي تقول لك هذا ظهر وهذا عصر، وتميز كذلك عن العشاء، وتميز الصبح عن المغرب، فالنية من أدوارها التي تفعلها في العبادة أنها تميز لك العبادات. الصيام، عندك صيام النفل، عندك صيام الفريضة، عندك صيام الكفارة، عندك صيام النذر، فهذه الصيامات كلها صفة واحدة، لكن النية هي التي تميز لك وتفرق هذه العبادات بعضها. كذلك النية تميز العبادة عن العادة، النية من دور النية أنها تميز لك العادة عن العبادة، فتقول لك هذه عادة وهذه عبادة. فلو أنك دخلت إلى الحمام واغتسلت وخرجت وتذكرت أنك كنت جنوب، فتقول في نفسك خلاص أنا كنت جنوبا وقد اغتسلت أذهب للصلاة، نقول لك لا تجوز، صلاتك هذه باطلة، لأنك ما اغتسلت بنية رفع الحدث الأكبر، وإنما اغتسلت فقط للتبليل، للتطهير، لرفع الوساخ أو لشيء آخر. عندما اغتسلت ما كانت عندك نية رفع الحدث الأكبر، فإذا النية ماذا صنعت الآن؟ ميزت لك العادة عن العبادة، قال لك هذه عبادة وهذه عادة، فلو اغتسلت عادة وأردت أن تصيرها عبادة لما جاز لك ذلك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية. ثم للنية أدوار أخرى كثيرة جدا ليس هذا محل ذكره. النساء نفس الحكم، إلا أن المرأة إن كانت لها ضفائر لا تفسخها إلا في حالة النفاس أو الحيض. المرأة إن كان لها شعرها طويل ومضفور لا عليها أن تدعه كما هو، يعني ماشي شرط أن تفسخ الضفيرة للرأس إلا في حالتين، حالة النفاس، حالة الحيض، في هذه الحالة ينبغي على المرأة أن تفسخ هذه العقد وهذه الضفيرة. أما في حالة الغسل العادي، غسل من الجنابة، النساء شقائق الرجال في الأحكام، لا فرق بين المرأة ولا بين الرجل في مسألة الغسل. لا يجوز الوضوء بعد الغسل، هذا من البدع، من البدع أن الإنسان يغتسل غسله رفع الحدث الأكبر ثم يتوضأ بعد ذلك، وهذه بدعة. خلاص لو ما كانش خلينا نتكلم عليه نرجع لك إن شاء الله. الغسل الأكبر إذا اغتسلت بنية رفع الحدث الأكبر فلا يشرع لك الوضوء بعده، لأن هذا غسل أكبر، والغسل الأكبر يدخل فيه الغسل الأصغر أو الوضوء الأصغر. والقاعدة تقول إذا غلب الثقيل على الخفيف رحل خفيف، وإذا التقى الساكنين فحدث ما سبق، وهنا التقى غسلين فحدث ما سبق، التقى غسلين فحدث ما سبق. فإذا اغتسلت غسلا أكبر بنية رفع الحدث الأكبر أنت الآن طاهر مغتسل متوضئ مباشرة أدخل في الصلاة. طيب إن كان الغسل مجزئ، الغسل المجزئ والكامل حكمه واحد، لا فرق بين هذا وهذا. إذا اغتسلت غسلا أكبر بنية رفع الحدث الأكبر فأنت متوضئ، لا يشرع في حقك أن تتوضأ بعد غسل، لأن هذا من البدع المحدثات في دين الله عز وجل، لم يلد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا لمس ذكر، يعني خلاف بين العلماء. نرجع إليك، خلاص انتظر التقنية. نعم، نفس السؤال هذا. نعم، انت كبير يا عم حسين، انت خلاص مالك عمر.
الحكم هذا للصغار الشباب مش لي انت. خلي سؤال بالنسبة لمس الذكر في الغسل أو في غير الغسل. إنسان من اغتسل وانتهى ثم مس ذكره، وعندنا حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. يعني خلاف بين العلماء هل مس الذكر ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء. في بعض المذاهب أن مس الذكر ينقض الوضوء، لكن الراجح من أقوال أهل العلم وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مس الذكر لا يبطل الوضوء. مس الذكر لا يبطل الوضوء. هناك من قال إن مسسته بباطن الأكف أو بظاهر الأكف، فرق بين أن تمسه بالباطن هكذا أو أن تمسه هكذا، فرقوا بين هكذا يبطل وهكذا لا يبطل، أو بحائل بزيف أو شيء من القلب. لكن الذي لا يجعلنا نقول بهذا القول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الأعضاء فقال صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضع منك، وهل هو إلا بضع منك، أي كأنك مسست أنفك، مسست أنفك أو أذنك أو مسست جوارحك، فلا فرق بين مس هنا أو بين مس هنا. فما الذي يغير الحكم؟ هذا الذكر هو عضو منك، خصوصا أنك لم تمسه بشهوة، ما عندك الآن شهوة. هناك كذلك من فرق عن تمسه بشهوة وشهوة، لكن الغالب أن الإنسان إذا مس ذكره لا يمس بشهوة، هذا هو غالب الإنسان. فالراجح من أقوال العلم أن مس الذكر لا يبطل الوضوء. فمن توضأ ومس ذكره خصوصا إن مسه ساهيا، يعني غير متعمد، فنحن نقول سواء مس ذكرك ساهيا أو متعمدا أو كذا، فمس الذكر في الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يبطل الوضوء. الله تعالى أعلم. نعم، بالنسبة للصباغات الدهان أو الطلاء التي يفعله النساء خصوصا في الأظافر، فإذا كانت لها أجرام وأجسام فهذه تبطل الوضوء أو الغسل، يكون هذا الغسل أو الوضوء غير صحيح. لأن يعني المرأة إذا كانت يعني عاملة أو في أطفالها يعني طلاء أو صباغة أو شيء من هذا القبيل، وكانت هذه الصباغة لها أجرام لها أجسام يعني تحجب وصول الماء إلى الأظفار، فهذا الوضوء غير صحيح، ووضوها غير مجزئ وغير كامل وهو غير صحيح، وبالتالي ما يترتب عليه كل ذلك غير صحيح. فينبغي للمرأة إذا أرادت أن تغتسل أو أن تتوضأ أن تزيل كل هذه الأشياء التي تحجب إيصال الماء إلى الجسد. يستثنى من ذلك الحناء. الحناء ليس لها حكم لأن ليست لها أجسام وليست لها أجرام، إنما يمتصها الجسم، يمتصها الجلد فتدخل في الأعماق، لا تبقى فوق سطح الجلد بحيث تحجب وصول الماء إلى البشرة، فهذه ليس لها حكم الحناء، هذه مستثنى. لكن غير الحناء خصوصا الناس الذين يعني يشتغلون في الطلاء في دهان بيوت وما شابه ذلك، فيمس تمس أيديهم أو بعض أعضائهم الصباغة فيتوضأ على يديه بقعة كبيرة من هذا الطلاء الصباغة فيتوضأ، نقول وضوءك غير كامل، وضوءك غير كامل، ينبغي أن تزيله بالمواد الكيماوية التي تزيل هذه الصباغة ثم تتوضأ. فإن توضأت وأنت متلبس بهذه الصباغة في جسمك فوضوءك غير صحيح وبالتالي صلاتك كذلك غير صحيح. خلاص ننتقل للفقرة الموالية. آتنا غداءنا. ما حكم الفأل في الإسلام ولا علاقة بينه وبين صلاة الصغار؟ كيف الفأل له علاقة بصلاة الصغار؟ هو الفأل موجود، الفأل في الإسلام موجود ومطلوب ومرغوب فيه، أن تتفائل بالأشياء الحسنة تستدل بأشياء على أشياء. فيدخل عندك إنسان مستبشر يعني جميل طيب كذا فتستبشر بالخير، قل عسى الله عز وجل أن يكون في هذا خير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده نماذج في سيرته، نماذج كثيرة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة إلى الأسماء الحسنة. فمتى يسأل هذا الصحابي ما اسمك؟ يقول له اسمي صخر، فيقول له أنت لست صخر أنت سهل. يغير الاسم الذي فيه غلظة فيه شدة في
هي قوة وصرامة. يقول له لفظ أسهل منه صخر سهل، لأن عادة الإنسان أن الأسماء أسماءه يتقمص صفاته من اسمه. الإنسان غالبا أنه يأخذ صفاته المكتسبة يأخذها من اسمه، فإذا كان اسمه جميل تكون صفاته جميلة، وإذا كان اسمه قبيح تكون صفاته قبيحة، فهو يتقمص صفاته من هذا يتقمصها من اسمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر من مكة إلى المدينة أول شيء غير اسم المدينة، كان اسمه يثرب. مجرد ما وضع رجله في المدينة أول شيء صنعه تغيير اسم المدينة، فحرم أن تسمى المدينة بيثرب إلى هذا الزمن إلى أن تقوم الساعة. لا يجوز أن تقول للمدينة يثرب، إنما طيبة أو مدينة المنورة أو مدينة رسول الله، أما أن تسميها يثرب فهذا محرم في دين الله عز وجل. إذا شو النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم يثرب إلى اسم طيبة، ومعلوم أن طيبة ضد ماذا؟ ضد نجاسة، ضد القاذورات، ضد الخبائث. والمدينة كان هذا هو طبعها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بالمدينة وباء طاعون، كانت فيها أمراض مستعصية يموت فيها الناس باستمرار. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مرض أبو بكر وعمر، أصابتهم الحمى المميتة، كاد أن يهلك أن يهلك. فجاءت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أدرك أبي يا رسول الله، غادي يموت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كما دعا الله كما دعا إبراهيم ربه لمكة، فقال اللهم إن إبراهيم قد دعاك في مكة وأنا أدعوك، فرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح يديه اللهم بارك لنا في مدنا وفي صناعنا. فدعا النبي، فبات تلك الليلة ورأى في المنام أن عجوز شمطاء فرت من المدينة ونزلت ببطن الوادي قرب المدينة، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم خروج هذه العجوز الشمطاء فسر بخروج الطاعون والوباء من المدينة، وذلك ما كان. ذلك ما كان. إذن مسألة الأسماء تؤثر في المسميات، وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن قلبت في لقبه، وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن قلبت في لقبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل كذلك بالأشخاص. في مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وشد بهم الكرب، شدت بهم الأمور وضاقت بهم الأحوال، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يراه غبار يتطاير من بعيد فارس قادم إليهم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال لهم لقد سهل أمركم، لقد سهل أمركم. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهل أمركم؟ لأن هذا الرجل الذي كان قادم إليهم اسمه عبد الله بن سهل، عبد الله ابن سهل، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة سهل قادم إليهم أن أمرهم سوف يسهل، فقال لقد سهل أمركم، فتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن عندنا في المغرب عندنا ثقافة، مثلا عندما يعطيك شيء أحد الجيران أواني منزلية تنتهي منها، فعندما تعيدها لماذا تصنع فيها؟ تضع فيها شيء من السكر، هذا فعل حسن، إدخال الحلاوة عليهم. هذا السكر هم لا يستعملونه، قد يأخذونه ويلقونه في القمامة، لكن فعلك هذا صنيعك هذا فيه فعل إدخال الحلاوة على أهل هذا البيت، إدخال السرور. وكذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مسألة الفعل أن الرضيع الطفل الصغير كان يحنكه بالتمر، وهذا كذلك فيه فعل أن يخرج هذا الطفل حلو، حلو المذاق، حلو الكلام، حلو الأخلاق، حلو الصفات، فكان يحنك له بالتمر، واختار التمر بالخصوص على سائر يعني الطيبة الأخرى من فواكه وما شابه، اختار التمر لأن التمر مبارك، خصوصا تمر المدينة، يعني فيه وقاية من السحر ومن الجن ومن، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا ماذا يصنع؟ كان يتفاءل، يحنك لهذا بالتمر، عسى الله أن يخرج هذا الابن طيب المذاق، طيب الطباع، طيب الأخلاق، طيب الأقوال، طيب الفعل. إذن عموما الفعل الحسن هو من ديننا ومطلوب ومرغوب منك أن تتفاءل، لأننا نحن انتبهوا الآن نحن في هذه الحياة كلها نعيش بالفعل فقط. ما معنى الفعل؟ الأمل. حياتنا كلها مبنية على الأمل، لولا الأمل ما كانت حياة على وجه الأرض، لأن لولا الأمل سوف تفقد الثقة في كل أحد، في كل الناس، تفقد الثقة حتى في ربك، تفقد الثقة حتى في ربك. في بعض الأحيان تصاب بابتلاءات وبفتن وبمصائب وبهموم وبغموم
لولا الأمل أنك تقول عسى الله أن يغير الحال إلى حال، وعسى الله أن يزيل هذه الأحوال، وعسى الله، لولا هذا الفعل وهذا الأمل لما أصبحت ولما كانت حياة فوق الكرة الأرضية. إذا نحن بالأمل نعيش وبالفعل نعيش. دائما خلي في حياتك أمل، قل عسى الله أن يبدل، عسى الله أن يغير، عسى الله أن يغنيني. إن كنت فقيرا قل عسى الله أن يغنيني، إن كنت مريضا قل عسى الله أن يشفيني، إن كنت بعيدا قل عسى الله أن يردني، إن كنت لا تلد قل عسى الله أن ينعم علي بالولد، وهكذا فعل. لولا هذا الأمل وهذا الفعل أنك تتفائل فعل حسن، تستبشر فتعيش حياتك مدة، ثم تقف في تلك المحطة، ثم تعيش مرحلة أخرى بالأمل حتى تلقى الله عز وجل. إذا مسألة الأمل أو الفعل الحسن هذا من ديننا، ولولاه لما كان للحياة طعم أبدا. والله تعالى أعلم. نعم يثرب بصراحة أنا ما أتذكر الحين اسم يثرب يعني تفسير الكلمة، لكن معناها بالإجمال الخبيثات، الخبز، معناه الخبز، والمدينة حاشا أن تكون فيها خبز أو تكون خبيثة، خصوصا أن بعد هذه الحال سيدفن فيها نور، سيدفن بها أشرف رجل على وجه الأرض، أشرف ما ولدته النساء، فكيف تسمى بعد ذلك بأنها خبيثة؟ فكلمة تثرب على العموم هي تعني في معناها الأشياء الخبيثة. خلاص الآن دور السيرة إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. اللهم احسن وتقبل بنا. أولا الحمد لله على هذه النعمة، نطلب الله سبحانه وتعالى يوفقنا للعمل الصالح وإياكم ويجمع بيننا في الجنة بإذن الله عز وجل. ونشكر إخواننا الذين ساعدونا بمجيء الشيخ، أولهم الأخ القاسم جزاه الله خيرا، ساعد في رمضان وساعد في مجيء الشيخ، وأخونا هشام إبراهيمي ليجتهد حتى أتى بالشيخ. هذا أولا أشكر هذا الإخوان لسه موجودون في أمريكا، والشكر أولا لله دائما أطلب الله سبحانه وتعالى، ونشكر الشيخ لمجيئه وأنه ساب المسجد هناك وساب أهله ومضى معنا 40 يوما يعني إن شاء الله، ومضى بسرعة. بدنا نغير تذكرته ونخليه هنا يعني بس لازم عنده مسؤولية وعنده أهل وأولاد إن شاء الله، ونتمنى أن يرجع غانما سليما لبلده إن شاء الله، وإحنا في الطريق إن شاء الله لتسهيل كيف تمشى الأمور في المستقبل، وكيف نجمع يعني هذا الجالية بإذن الله عز وجل يكون مركز كبير في هذه المنطقة. لولا الإخلاص ما كنا إحنا موجودين هنا، لولا الإخوان اللي كونوا هذه الجمعية أول يوم جزاهم الله خيرا، ونمن أخ حسن الله يرحمه، نطلب الله سبحانه وتعالى دائما فضل الله عن محسن، نقولها في الاول ونقولها في الاخر تجريج عن محسن دائما. بس لازم ندخل اخواننا اولا دائما وابدا، لان الانسان لما يقوم بعمل نتذكره ويشكر ونتراحم على اخواننا جميعا الاموات منهم والاحياء. صحيح لاحظت اخويا ابو واحد بسم الله سبحانه وتعالى يعني في هذه الفترة وطبق الكلام السمع بدون تطبيق ليس فيه معنى، يعني احنا نكون نستفدنا من الشيخ جزاه الله خيرا، وان شاء الله الشيخ السرقاوي حيجي في جانيوري يعني قبل 3 أسابيع ان شاء الله بإذن الله عز وجل، وان شاء الله نتمنى يعني نمشي في الطريق حتى يكون معنا شيوخ، مش الا الشيخ ميلود والشيخ السرقاوي، واكثر من هذا يكون مركز كبير، ولكن لازم نتعاون يعني ونجتمع ان شاء الله حتى يكون هذا حقيقة ويصير يعني واقع. احنا نتفائل بالخير دائما، المؤمن دائما يبشر وبشر يعني لس يعني دائما نبشر بالخير، وما دام فيه يعني هذا الوجود الا وفيه يعني ضروره وفيه يعني ان شاء الله يكون خير يكون نتيجه. ونشكر الشيخ جزاه الله خيرا عنا، نتمنى نسال الله سبحانه وتعالى نشوفه عما قريب، يعني احنا وحنسيره في الطريق، واخر مطاف في صندوق كل هذا يكلف مصاري. So, result يعني with spending the money إن شاء الله. سوق كله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن شاء الله. وإحنا حنمشي في الطريق ونستخير الله عز وجل إن شاء الله كيف نجيب الشيخ ونجيب شيوخ تانيين إن شاء الله، ويكون مكان كبير إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ. الشيخ ميلود إيش نوع تفاعل ميلود؟ ما هو معنى ميلود حتى نتفاعل به؟ زدت يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ولادة فسموه ميلود.
الحمد لله. سوحنا نتفاعل إن شاء الله بمكان يكون يعني فيه طيبة مثل المدينة إن شاء الله بإذن الله عز وجل، ويكون ميلود ويكون الشرقاوي ويكون شيوخ كثير إن شاء الله بإذن الله عز وجل إن شاء الله. جزاكم الله خير وتقبل منكم. تعال وقوموا للأكل على قد الحال. نشكر الله عز وجل على نشكركم جميعا يعني بكل المجهودات والإخوان والأخ اللي تبرع ببيته، الأخ بيته إدريس يعني جزا الله خير، والأخ هشام فينو يعني واحد الأخ هشام رجل الله يجزيه خير، وكل إخوان اللي ساعدوا في حمل الشيخ ومجيب الشيخ وأخي الشيخ جزاهم الله خير، والبنيني أيضا الشيخ يعني حنسميه منو البنيني. نشكر بيتزا ستور هات بيتزا دائما البنيني موجود للشيخ. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله. وآخر واحد نشكره حمزة يعني دائما يسجل ويحط في الفيسبوك، واللي بده يشوف المحاضرات it's Macu US live in YouTube. Macu US live in YouTube إن شاء الله، والويب سايت شغالين عليه إن شاء الله حتى تكون فيه يعني يخدم أكثر جدا. نشكر عم حسين على البنان دائما. والبنان فيه فائدة عم حسين خليك شباب دائما. Thank you.
ما بيعمل ما